اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وموسكو تتهم واشنطن وباريس بتقويض عمل البعثة من خلال الضربات. تركيا تؤكد أنها لا تدعم أي دولة في سوريا وأن سياستها حيال دمشق لم تتغير. أردوغان يحذر جيرانه الأوروبيين بدفع الثمن لعدم ترحيبهم بحملته الانتخابية. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. عقدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اجتماعا طارئا بمقرها في لاهاي لمناقشة الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة دوما بسوريا قبل أسبوعين، ولا يزال من المتوقع وصول البعثة إلى دوما، حيث تم نشر قوات أمنية سورية وروسية بعد سيطرة دمشق على البلدة. قال نائب رئيس الوزراء أن تركيا لا تدعم أي دولة في سوريا وأن سياستها في المنطقة مختلفة عن سياسات إيران وروسيا والولايات المتحدة. وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي أن سياسة بلاده حيال سوريا ليست الوقوف مع أو ضد أي دولة، مشيرا إلى معارضة أنقرة الدعم غير مشروط للنظام السوري. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جيرانه الأوروبيين بدفع الثمن على حد تعبيره بعد حظر أي حملات على أراضيهم. وانتقد أردوغان تصرف النمسا وهولندا واعتبره تقويضا للديمقراطية في بلاده. وأشار أردوغان إلى أنه سيتوجه إلى الناخبين الأتراك في البلدان الأوروبية من دون أن يعطي أي إيضاحات إضافية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. تيريزا مي تواجه مجلس العموم اليوم لشرح قرارها حول شن ضربات جوية ضد سوريا. أهلا بكم من جديد. تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي مجلس العموم اليوم لشرح قرارها حول شن ضربات جوية ضد سوريا دون تصويت في البرلمان. وقالت مي أنها تعتزم إبلاغ النواب بأن الضربات تم تنفيذها لوقف المزيد من المعاناة من هجمات الأسلحة الكيماوية، والحكومة البريطانية غير ملزمة قانونا بالحصول على موافقة البرلمان على الضربات العسكرية. قتل 3 جنود أتراك وأصيب رابع في هجوم شنه مسلحون لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية شرقي تركيا. وتقوم القوات التركية بعملية أمنية واسعة شرقي تركيا ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية. في الختام تذكير بأهم العناوين. اجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وموسكو تتهم واشنطن وباريس بتقويض عمل البعثة من خلال الضربات. تركيا تؤكد أنها لا تدعم أي دولة في سوريا وأن سياستها حيال دمشق لم تتغير. أردوغان يحذر جيرانه الأوروبيين بدفع الثمن لعدم ترحيبهم بحملته الانتخابية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.